أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أحبتي في الله، يعني في الفترة الأخيرة تقريبا الأسئلة التي تأتيني من هنا وهناك تتركز في موضوع الضربة الإيرانية التي قامت فيها على دولة بني إسرائيل، وبيسألوا يعني هل هذه ضربة ولا تمثيلية مسرحية، يعني بدهم يحاولوا أو يفهموا الوضع في هذا الأمر. ونحن كما نعلم إخواني دروسنا الشرعية من قال الله وقال الرسول، ليست يعني دروس خلينا نقول كما يقال سياسية، ليست دروس سياسية، مع أنه الأصل أنه السياسة هي جزء من إيش؟ من الشرع الأصل، ولكن أصبح المصطلح سياسي جماله مصطلح يعني له مآخذ وعليه أمور جانبية. لذلك نتكلم في الشرع ونذكر أن السياسة هي جزء من الشرع، ولكننا لا نتكلم بالسياسة، نتكلم في إيش؟ في الشرع. أول شيء إخواني نأتي إلى إيران. إيران تعرف على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بدولة فارس، دولة فارس أو الدولة الفارسية. وما نعلمه أن هذه الدولة الفارسية في آخر الزمان، في آخر الزمان كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث الصوف بالأخص، في حديث اسمه حديث الصوف، في حديث الصوف كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد كما كيف أخونا جالس في أبو النضال هلا. فجاء أربعة يلبسون الصوف ووقفوا واقفين، مش قاعدين جنبه، واقفين وقوف، والرسول يتكلم معهم وهم يتكلمون معهم. واحد الصحابة لما شافهم أجا مسرع، شو فكر؟ لأنه الرسول جالس وهم واقفين، فكر أنه في خطر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمع كلمات، سمع كلمات. هذه الكلمات اللي سمعها، يعني مش كل الحوار، ولكن الكلمات اللي سمعها حدثنا فيها. شو قال؟ يعني الرسول بيحكي لهم لأهل الصوف، قال لهم أربع كلمات. شو هم الأربع كلمات؟ تغزون فارس فيفتحها الله، وتغزون بلاد الحجاز فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، وتغزون الدجال فيفتحها الله. لما نتكلم عن الدجال، احنا بنتكلم عن أربع حروب، وآخر حرب شو هي؟ الدجال. كوننا نتكلم عن الدجال، نحن نتكلم عن إيش؟ عن آخر الزمن. فهذا الحديث، حديث الصوف، يحمل على إيش؟ على آخر الزمن. يعني في آخر الزمان ستكون هناك غزوة، ونعلم إنه من سيقتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. تغزون الدجال فيفتحه الله، وسيدنا عيسى سيأتي مؤيدا للرجل الصالح وسيصلي خلفه. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: منا أهل البيت من يصلي عيسى ابن مريم خلفه. يتكلم عن مين؟ عن الرجل الصالح اللي احنا بنسميه المهدي. فيعني غزو الدجال تتزامن مع وجود الرجل الصالح، وجود سيدنا عيسى. ونعلم انه هذا الرجل الصالح وسيدنا عيسى سيكونوا في آخر مراحل أمة الإسلام الخمسة. هناك خمسة مراحل لأمة الإسلام كما علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام: نبوة، خلافة راشدة، حكم عاد، وحكم جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة. وهذا الخلافة على منهاج النبوة آخر مراحل
لن تبدأ إلا مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل الصالح، وهذا الرجل الصالح سيكون أول خليفة، سيبايع قبل عيسى عليه الصلاة والسلام على هذه الخلافة بخمسة سنين على الأقل وأعلاها تسعة سنين، يعني تبدأ خلافة آخر الزمان قبل مجيء سيدنا عيسى بخمسة أو سبعة أو تسعة سنين، ثم يأتي سيدنا عيسى ويقتل الدجال، فيتحقق الشق الرابع من حديث الصوف أنه تغزون الدجال فيفتحه الله. ونعلم أنه قبلها أنه الرجل الصالح شو بكون؟ بكون عماله يفتح في رومية اللي هي إيطاليا اليوم، وسيفتحها بالتكبير، وسيخرج إبليس الشيطان ويقول لقد خلفكم الأعور في ذراريكم، يعني تغزون روما فيفتحه الله. هذه بتكون قبلها بشوي إبان وجود مين؟ هذا الرجل الصالح. فمعناه يحمل إنه تغزون فارس، تغزون جزيرة العرب أيضا هي جزء من هذه الحروب الأربعة التي يقوم فيها هذا الرجل الصالح. فلما نقول إنه هذا الرجل الصالح عندما تتم بيعته أول حرب سيقودها عليكم السلام، وسيقوم فيها ضد مين؟ ضد فارس اللي هي إيش اسمها اليوم؟ إيران. شو منعرف؟ نعرف إنه إيران خارج الخط الذي يرتضيه هذا الرجل الصالح، خارج الخط الذي يرتضيه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني هي ليست على المنهاج السليم، هي ضد المنهاج السليم بطريقة ما أو بأخرى. هلأ لما نقول يعني القاعدة اللي موجودة شرعا، قاعدة موجودة شرعا إنه فارس اللي هي إيران خارج الخط، فنسأل لما يكون شخص خارج الخط؟ فنقول في أن احتمالين، في أن احتمالين. الاحتمال الأولاني إنه هو متواطئ متعاون مع العدو، والاحتمال الثاني إنه هو مخدوع مضلل، وإنه العدو شماله قادر يضحك عليه. هذول الاحتمالين، وكلا الاحتمالين شماله سيء، كلا الاحتمالين سيء، لأن المسلم كيس فطن وما بيعطي إلا العدو وسيلة أو إمكانية إنه يخدع. عشان هيك بنقول إيران اللي هي فارس في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحد احتمالين، إما إنها متواطئة مع العدو أو إنها مخدوعة من العدو. هلأ إخواني لابد من أن نذكر لما نتكلم عن كيان، الكيان فيه له رئاسة زعامة وفيه لها بطانة، رئاسة بطانة وفي عنا مين؟ عامة الناس. لا يشترط لعامة الناس أن تكون تحت الحكم اللي احنا بنحكي عنه أنه هي إيش؟ متواطئة، متعاونة، خائنة أو مغشوشة، مضللة. عامة الناس لربما تكون مجبرة على فعل هذا الأمر. ليش بنقول مجبرة؟ لأنه لما تكلمنا عن أقسام حياة الأمة الإسلامية قبل الخلافة على منهاج النبوة، شو في عنا؟ حكم جبري. شو يعني؟ يعني الناس مجبورة أنها تمشي كما يريد الزعيم، كما يريد الرئيس، كما تريد الحاشية تبعت هذا الزعيم، فهي مجبرة بالنار والحديد. لذلك يا إخوان إحنا نستثني من كلامنا مين؟ عامة الناس، عامة الشعب، ولكن نتكلم عن الزعامة وعن البطانة اللي هي تعلم ماذا تفعل لمصالح معينة دنيوية وتفعلها إما تواطؤاً أو خداعاً، يعني هي مخدوعة في هذه الحالتين. عشان ما يكون في عنا لبس إنه إحنا بنتكلم عن إيران كدولة ككل، يعني إحنا مش ضد الناس اللي ساكنين في إيران، إحنا نتكلم إنه هذا الحديث يحمل على من يحكم إيران، يحكم إيران. فلا نأتي وقلنا يعني حسب التعريف اللي إحنا فهمناه إنه هذه الحاشية ومن يحكمها إما متواطئة أو مخدوعة. خلينا نبحث في الأمرين نشوف هل هي مخدوعة أو هي متواطئة. نرجع على أول الأحداث اللي موجودة أو التي حدثت في غزة
ل 7 اكتوبر. ليه نرجع ل 7 اكتوبر؟ في 7 اكتوبر اللي بتذكروا اخواني، اذا بترجعوا في البدايه اول خطاب خرج من محمد الضيف في خصوص هالاحداث يتكلم عن عنوان عريض في هذه العمليه اللي سماها طوفان الاقصى. شو اسمه؟ اسمه وحده الساحات. وتكلم انه هذه او هذا الطوفان سيخرج من ايران والعراق وسوريا والاردن واليمن ولبنان، يعني تكلم عن وحدة الساحات بالإضافة لفين؟ لقطاع غزة والضفة الغربية. وتكلم أيضا وناشد أخوتنا في الداخل وناشد أهل القدس أنهم ينضموا لهذه الساحة. هو تكلم بعنوان عريض. لما تكلم بعنوان عريض مثل هذا العنوان أخوان، نسأل يعني هل هذا الكلام بيجي من فراغ؟ يعني البني آدم فكر قعد لحاله وقال أنا بدي أسوي هذا الإشي وبدي أحط هذا العنوان، ولا بيكون في عنده استشارات وكلام مع فلان ومع علان، وأخذ الضوء الأخضر من كل جماعة من هاي الجماعات التي تكلم عنها إنه أنت ابدأ العملية وإحنا شو بنسوي؟ إحنا بندخل معك. فنقول المنطق البسيط، المنطق البسيط إنه هو أخذ الضوء الأخضر. أخذ الضوء الأخضر من فين؟ يعني لو احنا تكلمنا عن يعني الاقسام الرئيسيه، احنا نتكلم عن حزب الله، نتكلم عن الحوثي في اليمن، نتكلم عن ايش؟ عن جماعات صغيره موجوده في سوريا، ونتكلم عن ايران سواء باذرعها الموجوده في العراق او ايران نفسها. وكل هدول اللي احنا تكلمنا عنهم تابعين لمين؟ لايران. في فارس، كل هدول تابعين لايران، سواء الحوثي، حزب الله او الميليشيات الموجوده في العراق، كلهم تابعين لمين؟ لإيران. وإذا إحنا إخواني يعني طلعنا في بداية الأمر كانت دولة بني إسرائيل ومعها أمريكا، لأنه هدول مع مجموعة من الدول الأوروبية كأنهم كيان واحد، كأنهم كيان واحد، ما بيفرق واحد عن الثاني فيهم، ولكن يتبادل الأدوار، يتبادل الأدوار، كل واحد بيطلع بوجه في فترة معينة حتى يحقق أقصى مصلحة للمجموعة تبعته. إذا طلعنا في ذلك الوقت يعني كانت التصريحات خجولة جدا 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 في ذكر إيش؟ إيران. مع إنه إذا احنا نتطلع يعني بحسب تعريفاتهم هم، مش تعريفاتنا احنا، الداعم الرئيسي للحركات الموجودة في غزة وعلى رأسها حماس مين هم؟ إيران. والداعم الرئيسي لحزب الله مين هو؟ والداعم الرئيسي للحوثي مين هم؟ الميليشيات في العراق مين هم؟ إيران. طيب ليش ما كانوا، إذا هم يعني التصريحات اللي كانت موجودة إنه كل هدول هم اللي بدهم يحاربوا إسرائيل، ليش ما جاءوا أجوا وتكلموا عن الرأس بدل ما يتكلموا عن مين؟ عن الإدناب. فلابد إنه في شيء، لابد إنه في شيء. التوقعات من التصريحات اللي موجودة في حوالينا، توقعات يعني إذا كنتوا تتابعوا وقتها الأخبار الإسرائيلية اللي موجودة على القنوات الإسرائيلية واللي كانت كل يوم تقريبا يعني تحكي في الموضوع، كانت التوقعات إنه يتم إزالة قطاع سيناء غزة، يتم إزالة قطاع غزة بالكامل، يمحى بالكامل. وكانت الدعوات وقتها أنه يتم ترحيل منها إلى أو من تبقى منهم لفين؟ لقطاع سيناء، لشبه جزيرة سيناء. هذه كانت التوقعات اللي موجودة. بس لما استمرت الحرب وبدأت تطول، التوقعات شو بدأت؟ تهبط قليلا قليلا. سقف التوقعات بدأ يهبط قليلا قليلا. يعني اللي كانوا مفكرين أنه يصير ما صارش. إذا بتتذكروا إخواني اللي صار ب 7 أكتوبر في غزة يشبه ما حدث في بداية حرب 48، تخويف ويتبعه إيش؟ تهجير. تخويف شو بتبعه؟ تهجير. هلا هذا النمط اللي كان موجود في 48 في الخطط العسكرية الموجودة عندهم، اللي هم موجودين عندهم في الأرشيف وفي العقلية، شو بدهم يسووه؟ بدهم يطبقوه مرة جديدة فين؟ في غزة. بس ما نجحت معهم. ليش ما نجحت معهم؟ نتكلم من ناحية شرعية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ لا تزال طائفة من أمتي
يعني في طائفة راح تتمها صابرة على الحق لا يضرها من خزلها. يعني لو إيران خزلتها، حزب الله خزلها، والحوثي خزلها، والميليشيات خزلتها، وكل اللي أعطوها الضوء الأخضر خزلوها، ما بتقول والله أنا إيه صفيت لحالي بدي أتراجع، لا، ستبقى على الحق صابرة ومرابطة. هذا ما علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان هيك هم ما توقعوا بتاتا إنه يصير في عملية صمود في غزة. طب شو هلا بدنا نسوي؟ انحشرنا في القرنة، بدينا عملية مش عارفين نخلصها. كان الهدف من العملية إنه نهجر الناس اللي موجودين، ما عرفناش نهجرهم. في عنا يعني عقود مسويينها وخطط مسويينها كلها مبنية على إيش؟ على إنه غزة فاضية، بس غزة لازال فيها مين؟ ناس. كل الخطط المستقبلية تتعلق فيه قناة بن غوريون اللي بيفتحوها محل قناة السويس، والخطط المستقبلية اللي موجودة لحق الغاز اللي موجود قبالة سواحل غزة، وإزاحة المجموعة الوحيدة المتبقية والتي ترفع شعار الدفاع عن المسجد الأقصى بصدق. هدول الأهداف شو مالهم؟ كلها فشلت. طب ما في عندهم خطة، طلعوا البقرة الحمراء، حضروا المذبح، في عندهم جدول زماني لذبح البقرة، لهدم قبة الصخرة، في جدول زماني لبناء الهيكل، لإخراج الأعور الدجال، وهذا الهيكل، هذه الخطط مش بس اليهود بيستنوها، لا، كمان أمريكا بتستناها، كمان أوروبا بتستناها، كمان روسيا بتستناها، كل الغرب بيستناها، كل ملة الكفر شمالها بتستناها. فمعناه شو بدنا نسوي؟ وقعنا هون احنا في ايش؟ في أزمة، في ورطة، ولابد من شو نسوي؟ نستمر في العملية، نستمر في العملية. هلا الاستمرار في العملية شو بدأ؟ بدأ يكشف أصحاب الضوء الأخضر على حقيقتهم. يعني قليلا قليلا صرنا نعرف ايه حزب الله ورط مين؟ ورط المجموعات اللي موجودة او المقاومة موجودة في حماس. هاي الحوثي شو ماله؟ ورط المجموعات موجودة في غزة. هاي ايران ورطت ايش؟ ورطت غزة. هاي العراق ورطت غزة. هلا شو صار؟ صار في سمعة عمالها بتلزق في هاي الشغلة. هلا لابد من ايش؟ من عملية اسعاف. ضو الضو الاحمر، وبدنا عملية اسعاف. طيب كيف العملية الاسعاف بدها تكون؟ انه هاي الجماعات تشارك بطريقة او ما بشكل رمزي. بايش؟ بشكل رمزي. هذا الشكل الرمزي شو بيرفع؟ بيرفع عنهم هذا الصيت اللي بدأ ينتشر بين الناس. فبدأ حزب الله شو يسوي؟ يضرب الابراج. نعم، يضرب الابراج، بس عماله بضرب. الحوثي بدأ شو يسوي؟ بدأ يحاصر السفن اللي عمالها تمشي. طبعا اخواني هذه الخطط مش هم اللي بحطوها فوق بعيد، تنحط الخطط في امريكا واوروبا وتل ابيب وتتوزع على هذه الافراد لتنفيذها. اذا تتذكروا اخواني، يعني الحوثي اول ما بدأ قام بسيطرة على سفينة، وهذه السفينة كانت تحمل سيارات، بقولوا يمكن 6-7 آلاف سيارة في نفس الوقت، وتم إنزالها لفين؟ لليمن. كنا هاي السيارة، هاد شو نسميها؟ دفعة مقدمة. دفعة إيش؟ مقدمة للفاتورة التي سيتم تقديمها في النهاية. يعني الجهات اللي عمالها بتنفذ الأجندة ما بتنفذها ببلاش. شو في عمالها؟ عمالها بتكتب أنا سويت كذا، فعلت كذا، نفذت كذا، طلعت 1000 جندي، طلعت 500 جندي، صرفت كذا، وهذا شو في عندي؟ في فاتورة، هذه دفعة مقدمة. هذا نفس الشيء تتذكر إخواني لما تم ضرب السفارة أو القنصلية الإيرانية. يا سبحان الله، كمان إيران تمكنت من أسر سفينة قالوا في الأخبار إنها تحمل بضائع ب5 مليار دولار.
وساقتها للمياه الإقليمية وسيطرت عليها. نفس الفكرة إخوان، نفس الفكرة اللي صارت في اليمن فين صارت؟ صارت في الخليج العربي قبالة السوء. نقول معناه إخواني من ناحية شرعية، من ناحية شرعية إيران أو فارس في آخر الزمان ستكون خارج الخط. هلأ نسأل، هذا كل الأعمال بيصير، الأعمال بيصير شو نتيجته؟ أول شيء نتطلع على النتائج، نتطلع على النتائج. إذا بتتذكروا إخواني قبل ضرب السفارة أو القنصلية الإيرانية، مش قبل ضربها بيوم، ماشي بعيد كتير، قبل ضرب القنصلية الإيرانية بيوم واحد، ننظر للوضع، للخارطة السياسية، شو كان في عندك؟ أكثر من 120 ألف متظاهر في تل أبيب ينادوا بإسقاط نتنياهو وعمل صفقة تبادل للأسرى وانتخابات مبكرة. وهذه المظاهرات شو كان عمالة تصير فيها؟ تزداد وتزداد أكثر وأكثر كل يوم. ارجعوا إخوانوا في الخارطة قبل 7 أكتوبر 6 أكتوبر كيف كان الوضع في تل أبيب؟ تماما نفس الاشي، بس مش على الأسرة، على ايش؟ على التعديلات القضائية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. كان في مظاهرات بنفس الوقت على نتنياهو تطالب بسقوطه، يعني يم سبحانه وتعالى. بعديها بيوم شو صارت؟ صارت هذه الأمور الموجودة في غزة، وبعدين شو صار؟ سكتت كل هاي المظاهرات. طيب لما نيجي للمظاهرات اللي كانت قبل ضرب القنصلية، لما انضربت القنصلية شو صار فيها للمظاهرات؟ توقفوا. ليه؟ لأنه هلأ صارت دولة بني إسرائيل تنتظر الضربة من فين؟ من إيران. والجبهة الداخلية أخرجت مرسوم إنه ممنوع تجمهر أكثر من 1000 واحد. شو معناه؟ يعني صار في عندك هاي المظاهرات ممنوعة بأمر القانون، لأنه هم في إيش؟ في حالة حرب. فأول شيء تم القضاء على هاي الجبهة الداخلية. ثاني شيء إخوان ننظر قبل الضربة للقنصلية الوضع الخارجي. طبعا نتكلم إنه في مجموعة كفرية شمالها متكتلة ومشتركة في الأهداف، إلا أنه بحسب التصريحات مثلا أمريكا كانت تطالب، أو جهات خلديش أقول كلها، كان الكونغرس الأمريكي منقسم على نفسه، والشارع الأمريكي يعني ابتدأت المعادلة من أنه 80% كانت تؤيد دولة بني إسرائيل، انقلبت وصارت 80% تؤيد إيش؟ الدولة الفلسطينية وتعارض دولة بني إسرائيل. الكونغرس كان ينادي، الجزء منه ينادي بإيقاف تسليح دولة بني إسرائيل، وبعض الدول حتى إنها قامت برفع قضايا مثل نيكاراغوا، رفعت قضية على مين؟ على ألمانيا، إنه أنت بتشاركي في الإبادة الجماعية اللي عمالها بتصير بغزة، وأنت شريكة بهالجريمة. طيب بعد ما انضربت السفارة شو صار بكل هذا الحكي؟ كل هذا الحكي انقلب رأسا على عقب. كل اللي كان عماله يعني بيحاول انه يقول انا بدي امنع تسليح الدولة الإسرائيلية، بدأ يزيد الشحنات تبعت الأسلحة لمين؟ للدولة الإسرائيلية. ليه؟ لانه هاي الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنها ضد مين؟ ضد إيران. طيب انت اجاك سلاح، انا شو بعرفني كيف بدك تستخدمه؟ ونيجي نتطلع فعليا، هل فعليا ستقع حرب بين دولة بني إسرائيل وبين إيران؟ اصلا اخوان لما نتطلع على الدفعات الصاروخية والطيارات المسيرة اللي اخرجت من إيران، إسرائيل حكت لنا، يعني كان يجيني اخبار من جبهة الداخلية او من الوكالات اللي موجودة، انه ستخرج، مش خرجت، ستخرج مجموعة من الطائرات من ايران الساعة كذا، ولسه ما كانش هذا الوقت جاي، وستصل الى البلاد الساعة كذا، وسيخرج مجموعة من الصواريخ الباليستية الساعة كذا، وستصل الساعة كذا. يعني حددوا لنا بالضبط متى ستخرج ومتى ستصل. هذا شو بيعني؟
فعن ايش؟ يعني اذا انت فعليا كنت عمالك بتعتمد على الرادارات تبعتك عمالك بتراقب من الجو، بتقدر تعرف متى خرجت، مش متى ستخرج، امتى راح يضغط الزر، امتى راح يضغط الزر، اذا انت عارف شو معناه، معناه انه في تنسيق كامل، متى ستخرج هذه الصواريخ والطائرات واين سيتم توجيهها. بالاضافه لهذا الشيء اخوان، لو جينا على سبيل المثال للاردن، الاردن احنا بنعرف انه هي قامت بانزال او محاوله انزال كل شيء مر في مجالها الجوي، وقالت انه احنا يعني لن نشارك لا مع فلان ولا مع علان، احنا كل شيء بمرق بجونا راح نسقطه، واحنا عمالنا نستنى اذا صار شيء في الاتجاه الثاني نشوف اذا راح يسقط ولا لا. بنستنى نشوف. ولكن الشيء اللي بدي احكيه انه سقط صاروخين والاردنيه فضوليين وتجمعوا حواليهم وصوروهم وتصوروا معهم، واحد دخل في ايش في الانبوبه تبعت الصاروخ، دخل جواها، فرجونا فيديو إلهم. نعرف اخوان الصاروخ، يعني اي واحد بسيط بيعرف انه صاروخ، في عندك اول اشي الصاعق على راس الصاروخ، هذا عشان لما يخبط اشي شو يسوي، يتفجر ويفجر الانبوبه اللي بعده. الانبوبه اللي بعده شو بتكون؟ بتكون مليئه متفجرات حتى انها تنفجر. وفي عندك بعد الانبوبه تبعت المتفجرات في عندك انبوبه وقود لايش؟ للصاروخ نفسه عشان يقدر يقطع المسافه بسرعه معينه ويوصل لوجهته. هذول ثلاث اقسام، صاعق يعني ذخيره، وفي عندك وقود. هلا الانبوبه تبعت الذخيره شو كانت لما سقطت في الاردن؟ فارغه، وكانوا يدخلوا بقلبها. لو كان فيها ذخيره كان شفنا الذخيره، او كان انفجر هذا الصرخ. شو معنى؟ شو معنى؟ والله انا مش عارف شو معنى، بس على ما يبدو والله اعلم انهم نسيوا لما اطلقوا هذه الصواريخ، شو نسيوا؟ انهم يعبوا يعني هاي المتفجرات اللي بتتفجر فيها، نسيوا. فهذا كمان كان في خلل موجود في هذه العمليه. هلا معناه اذا احنا بنطلع على الجبهه الداخليه، بنطلع على الجبهة الخارجية تسليح، بنطلع على الانتقادات اللي كانت توجه للحرب الموجودة على غزة، كمان رقم ثلاثة، شو منلاقي انه بعد الضربة تبعت ايران، شو صار في هاي الانتقادات؟ كلها تحولت على فين؟ على ايران، على ايران. طيب، معناه عليكم السلام، على ما يبدو والغالب والظاهر انه في تنسيق تام، تنسيق تام في هذه الامور. وهذا التنسيق يعني تكلمنا في البدايه اما نتيجه خيانه او خداع، نتيجه خيانه او خداع احنا ما بنعرف، بس يعني انتم حللوا لحالكم، اما نتيجه خداع او نتيجه يعني خيانه. طيب في هاي الحاله احنا شو بنقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كنت احكي نقطه وراحت عن بالي، بس نقطة مهمة، بس إن شاء الله بترجع إن شاء الله. فمعناه نقول إنه إيران بطريقة ما يعني وصلت هذه الأمور بهذه المواصيل في هذه الطريقة. بحاول أتذكر النقطة اللي كنت بدي أحكيها. سبحان محمد رسول الله، لعله خير إن شاء الله، لعله خير. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد. مش مهم، ترجع لحالها ان شاء الله. طيب هلا احنا معناه يعني بس نلخص اللي حكيناه لحد هلا، قلنا انه في عنا ايران لا نعلم هي متواطئه او مخدوعه. هلا نيجي نتطلع ونسال حالنا، طيب العلاقه اللي موجوده بين ايران وبين امريكا على اي اساس كانت قائمه؟ اذا كان في اتفاقيه، اذا كان في اتفاقيه يعني ايران مصلحه لمين؟ مصلحه لامريكا، وبالتالي لكل المجموعه اللي موجوده بتجرت امريكا، يعني مصلحه لامريكا ومصلحه لكل واحد عنده مصلحه في امريكا جره، هذه ما لها اذا نقول مع مجموعه رزمه كامله من الدول الموجوده فيهم. هلا اذا كان في اتفاق معناه إيران
مصلحة لأمريكا. طب نسأل، إذا كانت إيران مصلحة لأمريكا هل تحافظ عليها ولا تستغني عنها؟ تحافظ عليها. طيب نرجع للسؤال العتيق، يعني ما هي أهم الأمور التي تستفيد منها أمريكا من إيران؟ يعني قلنا مصلحة، نسأل إيش أهم عنصر في هذه المصلحة؟ الله يجزيك الخير، يعني هذا فيش عليه خلاف، يعني الأساس في المصلحة إنه إيران تشكل إيش؟ فزاعة لمين؟ لدول الخليج، ومين معها؟ السعودية. هلا إذا هنتطلع، في عنا اليمن جزء من إيران، لبنان حزب الله إيران، العراق إيران، شو تم في عنا؟ دول الخليج وسعودية، مزبوط لا لا، هدول اللي تموا فزاع. طب نيجي نتطلع هذا الحكي، أي نعم صحيح، من تقريبا سنة 35 وإيران هي فزاعة مين؟ أمريكا لدول الخليج والسعودية، وهذا ما دفع السعودية على سبيل المثال إنها تعقد اتفاقية، تعقد اتفاقية كلمتين شو اسمهم؟ الأمن مقابل النفط، يعني أمريكا تعطي الأمن ضد مين؟ من إيران، مقابل إنه السعودية تعطي النفط لمين؟ لأمريكا. مش بس هيك، كده في بنود كثيرة من البنود إنه أي مبالغ مالية تقاضتها السعودية من أمريكا ثمن نفط سابق يتم إرجاعها أيضا. يعني في عندنا نقاط كثيرة ما بدنا نرجع ونخوض في هذا الأمر. نقول هذه النقطة الرئيسية. هلا السؤال تبعنا، هل هذه النقطة الرئيسية تبقت ولا بطل في لها قيمة؟ نطلع على دول الخليج، دول الخليج شمالها ارتمت تلقائيا في حضن مين؟ حضن أمريكا. يعني بطل في داعي إني أنا أستخدم إيران كفزاعة لدول الخليج. مين تم؟ السعودية. طب السعودية شمالها، السعودية من تحت الطاولة، وشفنا قبل فترة إنها أعلنت إنها مستعدة إنها تسوي تطبيع كامل مع دولة بني إسرائيل في لقاء قيام، أو في لقاء إنه المسؤول عن القضية الفلسطينية وافق، اللي هو يعني في ذلك الوقت له محمود عباس في ذلك الوقت، في ذلك يعني، وإحنا بنعرف إنه محمود عباس شماله بيختم أولي، ما فيش عنده أي مشكلة، مقابل أحمونا، يعني عنده كلمة أحمونا، مقابل يعني هو مستعد إنه يختم. هنا يعني من عهد ترامب وهلأ بايدن، السعودية مستعدة استعداد كامل إنه هي تنفذ الأجندة الأمريكية، سواء إيران كانت موجودة ولا مش موجودة. يعني منقول إنه فكرة الفزاعة، إنه السعودية تكون فزاعة لدول الخليج والسعودية، بطل في إلها قيمة عند مين؟ عند أمريكا. يعني لو أجت أمريكا وشالت فارس لإيران من المعادلة، هي قادرة في هذا الوقت أنها تسيطر على اللي كانت مسيطر عليه في وجود إيران. طب نسأل، معناه ما حاجة أمريكا لمين؟ لإيران. شو حاجتها؟ هون بنرجع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن إيش؟ 70,000 من يهود أصفهان يتبعون الدجال. شو معنى؟ من الدجال من فين بده يطلع؟ أو مين بده ينصره؟ ومين بده يخرجه؟ ومين بده يوجهه باتجاه هذه الدولة العبرية؟ مين هم؟ يهود أصفهان. يعني لا زال هناك دور مستقبلي ضروري لمين؟ لأمريكا والمجموعة تبعتها في خروج مين؟ هذا الأور دجال. نقول لا زال هناك هذه الأمور، عشان هيك نقول لن تتخلى أمريكا عن مين؟ عن فارس، عن إيران، إلا إنه هي مستعدة في الوقت اللي مش قادرة إنه هي تكسر غزة، إنها شو تسوي؟ إنها تبدأ تقصقص جناحات إيران اللي بتدعم غزة
بشكل مباشر زي حزب الله زي الحوثي زي غيره. عشان هيك الآن في تضارب مصالح ما بين أمريكا وما بين إيران نفسها على إيش؟ على أذرعها. طيب يعني إيران كانت مستعدة أنها تمشي مع أمريكا وتسوي لها اللي بدها إياه في لقاء إيش؟ أنه هي تبسط نفوذها على الدول اللي حواليها، على لبنان، على سوريا، على العراق، على اليمن، قد ما بتقدر، حتى أنه هي موعودة بطريقة ما أو أخرى أنها تبسط نفوذها على السعودية كمان. فالآن المعادلة بدها تتغير. شو معناه؟ معناه في تضارب مصالح. تضارب مصالح. هذا تضارب المصالح شو راح يكون فيه؟ اخذ وعطاء، مفاوضات من تحت الطاوله ما بين هاي الدوله ما بين هاي الدوله، انه كيف نحل هذا الاشكال. الا انه ايران لن تتخلى عن امريكا، وامريكا لن تتخلى عن ايران، لانه لا زال في دور مهم الكل بيستناه، شو هو؟ خروج الاعور الدجال. وطبعا اخواني كما قلنا انه كل هاي المجموعة اجتمعت على غزة. ليه؟ لأنه غزة هو المعقل الأخير اللي تبقى ويقول أنا سأنصر المسجد الأقصى، أنا سأقف حائل ما بين هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل. فالفكرة سواء من ضرب إيران أو من ضرب السفارة، الآن لما نقول ضربنا السفارة وغزة، يعني إيران ضربت الدولة العبرية، أصبح عند نتنياهو ذريعة إنه شو يسوي؟ إنه يمطمط كل الأمور اللي كانت مستحقة قبل ضرب هذه السفارة، يمطمطها قد ما بده. يعني هلا بحجة الخوف إذا بدأت المظاهرات تتجدد، بقول إحنا عمالنا منعد بضربة لإيران، من حقنا إنه إحنا نرد على الضربة، وممنوع انه انتوا تسووا اشي. اذا اجت دولة من الخارج تقول ممنوع تسووا اشي، بقول انا حاليا مش مشغولة بغزة، مع انه اذا بتطلعوا الى الارقام اخواني، حتى عدد الشهداء اليومي اللي موجود بغزة وعدد المصابين شو ماله؟ نفس الاشي، اذا ما زادش نفس الاشي. يعني اللي عماله بيصير هناك هو لانه شو بقول؟ بقول انا كل هدفي الان وكل توجه الآن شو هو؟ إيران. ليش؟ بده يلفت النظر من هذا المكان لهذاك المكان خارجيا عالميا. فستتدفق الأسلحة والمعونات، وستتوقف الجبهة الداخلية كل ما شاء، كل في كل وقت بده إياه نتنياهو بيقدر يوقفه. ليش؟ بحجة إيش؟ إنه هو بده يضرب إيران. فالعملية شو مالها؟ عملية مصلحة مشتركة بين هذا وبين هذا. يعني أول إشي إيران بتقول أنا يعني حسنت سمعتي أمام مين؟ أمام الناس. ولكن هي تجهل شيء معين، إنه الناس أصبحت على وعي. هي ربما فقط حسنت صورتها إلى داخل المجتمع الإيراني. ليش بقول داخل المجتمع الإيراني؟ لأن المجتمع الإيراني مجتمع مغلق، ما في عنه زي ما مش منفتح زينا على العالم، مش عماله بشوف إلا البرامج الرسمية اللي موجودة في القنوات الإيرانية. وإذا طلعتوا إخواني على بعض التقارير، كانت التقارير تقول إنه الإذاعة الرسمية الإيرانية جابت مشاهد من الحرائق اللي صارت بأمريكا وفي كندا على التلفزيون الإيراني، إنه هذه الحرائق نتيجة الصواريخ اللي ضربتها على فين؟ على تل أبيب، وعملت تبثها على فين؟ على الشعب الإيراني. يعني هو بيحسن صورته داخليا جوا، داخليا جوا. أما العالم كله اللي حوالين إيران شماله شايف الحقيقة، واضحة بالنسبة له الحقيقة. فهو في عنده مصلحة فقط داخليا، إنه هو شو بده؟ بده يكسب الجبهة الداخلية، يحسن صورته داخلها، لأنه هو مسوي إغلاق على هذه الدائرة الخارجية. ما في عندهم مصادر أخبار زي ما عندنا. كل القنوات اللي بتجيب الحقيقة شو بيسوي؟ بسكرها، بسوي لها بلوك، ما بيحجبها عن الداخل، ما بيقدر يعرف. إلا إذا كان واحد على سبيل المثال بيقدر يسرب عن طريق الواتساب، عن طريق إشي ما بعرف كيف،
يسرب معلومات بس مش تم شمالها، معلومات محصورة جدا جدا ما في إلها أي تأثير. فإخوان التكامل من الصورة اللي موجودة شو منقول؟ كالآتي خلاصة، إحنا في آخر الزمن، وإحنا تقريبا في نهاية القصة. كل قصة شو في إلها؟ في إلها ابتداء يعني فاتحة، في إلها قصة طويلة، جمعين شو في إلها؟ خاتمة. احنا مش في الافتتاح ولا في القصة، احنا فين؟ احنا في الخاتمة، في خاتمة القصة. يعني نزل سيدنا آدم ونزلت الأمم وبدأت الأمم تنتشر في الدنيا، واحنا خاتمة الأمم، احنا آخر الأمم، أمة سيدنا محمد. وخاتم الأمم هاي الأمة دي صمر عليها تقريبا 1500 سنة من زمن سيدنا محمد، واحنا في آخر هذا الزمن لهذه الأمة. احنا في النهاية، احنا عمالة شو بنرسم؟ النهاية. النهاية اخواني امتى بترسم؟ لما احنا نتكشف، لما الحقائق كلها تتكشف علينا. والحقائق بدأت تتكشف، يعني كل واحد فينا صار عارف مين العدو، مين الكافر، مين المطبع، مين الخائن، مين الغدار، مين اللي بيكذب، ومين الصح ومين الغلط. الكل صار عارف هذا الشيء. لما أقول الكل يعني بقول تقريبا الكل، إلا في بعض ناس زي ما حكينا دوائر صغيرة محجوبة ما بتعرف الحقيقة، ولكن صرنا كلنا شاهدين على كل هؤلاء، وهذا بحقق قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا الأمر إخواني في كلام الله شماله تحقق. هل إخواني هذا لما يتحقق هذا الكلام والكل صار شاهد، إن شاء الله سبحانه وتعالى إنما يعطي فرصة أخيرة، فرصة أخيرة قبل إيش؟ قبل ما تختم القصة، قبل ما تختم القصة. الفرصة الأخيرة لمين؟ لهؤلاء، وهم في آخر مرحلة الفرصة الأخيرة. إخواني العلم يعني في عنا اللي قبلوا انهم يكونوا حاضنة القصة الأخيرة، وفي عنا الناس اللي موجودة في نفس المجموعة. يعني خاتمة القصة انه بس انه بني إسرائيل هم يطلعوا من الصورة، ولكن باقي الأمم ما راح تطلع، يعني زي الأمريكان، الأوروبيين، باقي الكفار راح يبقوا في القصة. مين اللي راح يطلع من القصة؟ بني إسرائيل وإحنا المسلمين. بني إسرائيل راح تطلع قبلنا في الملحمة الكبرى، وإحنا راح نطلع في مع الريح، لما تأتي الريح بعد طلوع الشمس من مغربها وتأخذنا كلنا، كل المسلمين. هاي القصة شمالها خلصت، ولن يبقى إلا مين؟ إلا شرار الناس اللي سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكع ابن لكع، وهدول راح تموا برا القصة. يعني القصة خلصت، القصة شمالها خلصت، بس هدول بدهم كمهم ايش؟ انهم يتنعموا في الدنيا من كرم الله عز وجل. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى اعطاهم الدنيا ولهم هي الدنيا، اتنعموا فيها زي ما بدكم، سووا اللي بدكم اياه، اي شغله بتخطر على بالكم هلا سووها. ما في حدا يقول لكم قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ما في حدا يقول لكم هذا صح وهذا غلط، اللي انتم شايفينه اعملوه هذا من كرم الله عز وجل. بس هذا إخواني كله شماله خارج القصة، هذه الزيادة، هذا كرم. القصة بتنتهي إمتان؟ القصة تطلع بتنتهي لما إحنا نطلع من الدنيا، لما إحنا نخرج، لأنه كذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني أنت شفت وأصبحت شهيد على الناس وشاهد عليهم وطلعك سبحانه وتعالى من القصة، شو معناها؟ منا خلصت القصة، بطل فيها هاي معنى. وإحنا يعني عمالنا نشهد نهايات القصة، احنا في اخر الزمان وعمالنا بنشوف كل الحقائق على الحقيقة. ربما اخواني قبل سنة بديش اقول اكتر، اذا كنت تقعد مع واحد شو بقول لك؟ بقول لك والله اليهود ما في احسن منهم، مش احسن منهم، بيعطونا تأمين، متحضرين، بفهموا، اذكياء، عندهم تجارة، عندهم صناعة، عندهم كل شيء. هذا منا احنا المسلمين واحنا المحكومين تحتيهم، كنت تسمع هذا الحكي؟ الان بعد ما صارت الحقائق تتكشف،
حتى أصدقائهم اللي كانوا يساعدوهم ويدعموهم شو يقولوا لا هدول يعني فيهم علة، فيهم مشكلة، في إشي غلط. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بده يكشف الحقائق، بدك تتكشف الحقائق على حقيقتها، الأمور لازم تتكشف على حقيقتها. الآن إخواني نقول إنه الأمور تكشفت على الحقيقة، الأمور تكشفت خلص، ما في مجال إنه هاي الأمور يعني تتعدل أو إنه الكسر يتصلح، فيش مجال، إنما هي فرصة يعطيها سبحانه وتعالى لهؤلاء. ولك أنت اللي كسرته كسرته، اللي قتلته قتلته، اللي ذبحته ذبحته، اللي خربته خربته، ما راح يرجع. بس أنا بعطيك فرصة واحدة فقط أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الفرصة التي تبقى، وأن لا تقوم بطقوسك اللي أنت بتفكر إنك راح تطلع فيها الأعور دجال، وإذا قمت فيها أنا راح أطلع لك إياه عشان أختم لك القصة على حقيقتها. فإحنا في آخر الزمان إخوان وآخر القصة، فالأيام اللي جاية علينا لن تكون أسهل، لن تكون أسهل من الأيام اللي إحنا عايشين فيها، على العكس ستكون أصعب وأصعب. ولكن تذكروا إنه هاي الدنيا مش حياتنا، فين حياتنا؟ عند الله سبحانه وتعالى. إحنا موجودين كعناصر في القصة عشان نشهد على اللي بنشوفه حاليا، وإحنا إن شاء الله شفناه بعينينا وراح نطلع عند الله سبحانه وتعالى ونقول أشهد، وسيشهد الله سبحانه وتعالى على صحة شهادتنا. الله سبحانه وتعالى لن يفضحهم، ولكن سيشهد على صحة شهادتنا وسيعذبهم بهذه الشهادة. إن شاء الله إحنا وإياكم من أهل الجنة، لقائنا في الجنة. يعني هذه الدنيا ما تبقى فيها كثير، ما تبقى فيها كثير، والأوضاع أو الأحداث ستتصارع. تسلية، الله سبحانه وتعالى سيجعل لنا فترة زمنية من الرخاء تسلية، بس مش هاي الدنيا، مش هذه هي حياتنا. يعني بعد ما يجي الرجل الصالح وبعد ما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سينتشر العدل في الدنيا وسينتهي الظلم كله، وسيقسم المال صحاحا، وسنعيش أجمل عيش لفترة زمنية. مش عشاننا إخواني، عشان الكافر ينظر إنه هاي كل اللي كنت تحلم فيه وتخطط له بالباطل أجا بإيش؟ أجا بالحق. فإما أن تتبعه بالحق وتصير جزء منه وتحيا الحياة اللي أنت كنت تحلم فيها وتفكر فيها، هي كلها موجودة، ادخل فيها لهي الحياة، أو إنك شو تسوي؟ تقول لا أنا بدي أتمني على كفر. وبعد ما تنتهي هاي الفترة سيعود ويقول أنا لا أؤمن بتدبير الله ولا أريد تدبير الله. وستأتي شخصية اسمها ذو السويقتين وستهدم الكعبة حجر عن حجر، وسينتهي الإسلام، وستطلع الشمس من مغربها، وستأتي الدابة، وستأتي الريح، وتختم هذه القصة على أن الكافر كافر والمسلم مسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما تسامحونا في الدعاء إنه هلأ رح يأتي. بارك الله فيكم، أكرمكم الله، جزاكم الله كل خير.